اعتاد عياد على الجلوس خلف مكتبه في عمق محله التجاري المخصص لبيع اللعب. من هناك يستطيع أن يراقب الحركة في الشارع وأن يرصد كل داخل إلى المحل. إلى كل ذلك وضع في باب المحل منظومة إنذار ترن كلما مر شخص عبر الباب. وفي واجهة المحل حيث تعرض الدمى واللعب المختلفة الألوان والأحجام، ثبت عياد أشواكا حديدية صلبة لمنع الجلوس في عتبة الواجهة، بل إنه لم يكتف بذلك وألصق على العتبة ورقة كتب فيها بخط عريض: ممنوع الجلوس هنا. كان عياد الخمسيني المنحدر من سوس قد استقر بطنجة منذ كان يافعا، وعلى مدى السنوات التي مضت وهي تزيد على 30 تقلب في متاجر وتجارات مختلفة، بما أكسبه مهارة ودراية بأحوال التجارة وأحوال الناس أيضا. ولما بلغ 40 قرر أن يتخصص في تجارة اللعب، وصار له بذلك زبائن من عينة خاصة. لم تكن للرجل مشاكل مع زبائنه، بل إنما كان يخلق له بعض المتاعب أولئك المشردون الذين يجلسون على عتبة واجهة محله لا تمنعهم من ذلك الأشواك الحديدية التي تتراص في صفين متداخلين. وكثيرا ما كان يضطر للنهوض من مكتبه ليقف في باب المحل ويطلب من واحد من أولئك المتسكعين أن يغادر المكان. يبقى واقفا بالباب وهو يتابع الواحد منهم، وهو ينهض متثاقلا يحمل ما معه من أشياء. وصار مصدر قلق له امتناع بعض من المتسكعين المدمنين على مخدرات شتى عن مغادرة المكان. وقد لاحظ منذ بضعة أيام أن عدة أشواك حديدية اقتلعت من مكانها. يعلم عياد أن ما يجلب أولئك المتسكعين إلى عتبة واجهة محله أنها وجدت في موقع يتيح لهم مراقبة الشارع، وفي الصيف يكثر التهافت على تلك العتبة لأنها كانت توفر مكانا ظليلا منذ الزوال. كان الحلاق عبد السلام الذي يشغل الدكان المقابل له على الرصيف الآخر كان كثيرا ما نصحه بالتغاضي عن أولئك المشردين، لأنه كان يرى أن تجاهلهم هو السبيل إلى جعلهم يهجرون ذلك المكان. ولكن عياد كان يرى خلاف ذلك، ويؤمن بأن الزجر والصرامة وحدهما الكفيلان بثني هؤلاء المتطاولين على حرمة محله. كان يتكرر مرة تلو أخرى مشهد وقوفه بالباب يزجر أولئك المتسكعين، وكانت الدمى المعروضة تبدو شاهدة على ما يجري من وراء الزجاج. كان أكثر المتشردين ترددا على عتبة الواجهة ذاك الذي يلقبه المشردون مثله بعنتر. كان قوي البنية يدخن بشراهة لفافات التبغ التي يصنعها من أعقاب السجائر التي يجمعها وهو يجول شوارع المدينة أطراف النهار. كانت نظراته نفاذة تزرع الرعب في قلب عياد الذي يحاول مع ذلك الصمود. كان يخشى أن تنتاب عنتر نوبة جنون فيقوم بتهشيم الواجهة الزجاجية التي يحرص عياد على تنظيفها باستمرار، فتجعل الناظر ينسى أنها حاجز بينه والدمى الواقفة وتلك المعلقة. أحيانا كان عنتر يجلس على عتبة الواجهة ليكلم نفسه. كان كلاما أغلبه غير مفهوم، بل إنه يبدو وكأنه يقيم محاكمة لشخص لا يراه أحد غيره. وكثيرا ما قال الذين يرونه على تلك الحال، ومنهم الحلاق عبد السلام، إنه يحادث جنية تسكنه، ثم إنهم يسألون الله لهم ولذويهم السلامة. كان عنتر يأوي كل مساء إلى مكان في فندق الشجرة، إلى حيث يأوي أيضا متشردون كثيرون ومن أعمار مختلفة. وكان أغلب الذين يجاورونه في مكانه ذاك يخافونه ويتحاشون الصدام معه. ذات يوم استقبل الحلاق عبد السلام زبونا قديما له، هو الحاج عبد الله الجزار. كان رجلا ميسور الحال طيب القلب، وصادف وجوده وجود عنتر المجنون جالسا في عتبة محل بيع اللعب.
سأل الحلاق عن قصته فلم يجد من جواب إلا أن أخبره بأن الظاهر أن جنونه مصدره جنية تسكنه. كان شعره الكث المتسخ قد تدلى قطعا على جانبي رأسه، تبدو خصلات منه كأنها قرون، وكانت ملابسه رثة ممزقة. سأل الحاج عبد الله الحلاق إن كان هناك من سبيل لإصلاح حال ذلك المسكين. سأله إن كان هناك من يستطيع أخذه إلى الحمام وأن يأتي به لحلق شعر رأسه ولحيته. هرش الحلاق عبد السلام أم رأسه بسبابته، ثم قال إنه يعرف شخصا يستطيع أن يقوم بهذه المهمة إن دفع له أجر. دون ما انتظار رد الحاج عبد الله بأنه مستعد للتكفل بكل تلك المصاريف. في المساء اتصل الحلاق برجل من أبناء حي المصلى له ذكر بين سكان الحي لما كان يتمتع به من قوة وجسارة فيما مضى من شبابه. اسمه أحمد وينادونه حميد، هو الآن في الخمسين ولكنه لم يفقد الكثير من ملامح شخصيته. عرض عليه المعلم عبد السلام، كذلك كان ينادى الحلاق عبد السلام، أن يقود عنتر الأحمق إلى الحمام وأن يجد من يتولى تنظيفه ثم يأتي به إليه ليتولى أمر شعر رأسه ولحيته. كان المبلغ الذي رصده الحاج عبد الله الجزار لفعل الخير هذا 600 درهم، نصفها سيتسلمه من سيقود المجنون إلى الحمام. تم الاتفاق على القيام بذلك في اليوم التالي. ظهرا جاء حميد إلى دكان الحلاق وجلس يترصد وصول المجنون الذي لم يتأخر في الوصول. اقتعد عتبة محل عياد بعد أن تأمل كعادته وجوه الدمى الواقفة في أوضاع مختلفة. أشعل لفافة تبغ ونفث دخانا كثيفا، جعل عياد يغادر مسرعا مكتبه ليقف بالباب. في تلك اللحظة وصل حميد الذي بلا مقدمات ولا كلام أمسك بذراع عنتر المجنون وقال له بنبرة لا انفعال فيها: إنك ستذهب معي. حاول المجنون أن يتفلت منها ولكن قبضة حميد كانت قوية، حملق فيه بعينين جاحظتين يحاول أن يخيفه كما يفعل كلما ضايقه أحد، ولكن حميد بادله نظرته تلك بنظرة حملت كل معاني الإصرار. ثم إن المجنون نطق كما لم يسمعه أحد من قبل، قال إنه يريد أن يكمل سيجارته، ولأن ما كان يهم حميد أن ينجح في مهمته فقد سمح له بإتمام دخينته. ثم مشى معه إلى حمام شعبي. كان الحاج عبد الله قد وفر بعض الملابس التي سلمها الحلاق لحميد. بعد ساعتين عاد حميد ومعه عنتر الذي لم يكن يعترض على مناداته بذلك الاسم. صار شخصا آخر، شعره الذي كان قطعا من أوساخ متراكمة صار خصلات طويلة. أجلس على كرسي وبلا انتظار باشر الحلاق عبد السلام المهمة الموكولة إليها. كانت آلة الحلاقة الكهربائية تعبر رأس عنتر في كل الاتجاهات، وعلى إيقاع أزيزها كانت خصلات شعر المجنون تسقط على أرضية الدكان. ولما فرغ من الرأس باشر حصاد اللحية ثم مرر فرشاة على وجهه فكسته رغوة بيضاء. صارت الأرضية جاهزة لإعمال الموسى. بعد ساعة كان كل شيء قد تم. تسلم حميد أجره وانصرف. نظر عنتر في المرآة، رأى وجهه مختلفا. كان عبد السلام الحلاق يزيح القماش الذي غطى به ثيابه لما رآه يبكي. لماذا تبكي يا عنتر؟ لم يرد، ظل يحدق في المرآة كأنه يكتشف وجهه للمرة الأولى. بدا وكأنه لا يرغب في الانصراف، فقال له الحلاق: بإمكانك أن تنصرف يا عنتر، لقد انتهينا من الحلاقة. نظر إليه دموعه تنهار قطرات على خده الأملس، البياض احتل مكان اللحية الكثة، وجلد الرأس الذي لم ير ضوء الشمس منذ زمن بعيد بدا ناصع البياض. كل ما بقي مما كان مع عنتر كيس من ثوب به أشياء لم يطلع عليها أحد،
وقف عنتر ونظر إلى الحلاق نظرات تختلف عن نظراته السابقة. الله يرحم والديك. هي دعوة نطق بها واخترق باب الدكان. ظل المعلم عبد السلام مشدوها، لم يسمع عنتر المجنون يقول مثل هذا الكلام من قبل. كان عياد بائع لعب الأطفال يقف في باب متجره متأملا. بالنسبة إليه فإنها نهاية فصل من قصة عنتر المجنون، كان شاهدا على بدايته وها هو يشهد نهايته. بالنسبة للحلاق عبد السلام فإن القصة في بدايتها. ظن أن عنتر ليس مجنونا وإنما يتخذ الجنون قناعا ولفاعا. في الصباح مر بدكانه الحاج عبد الله الجزار صاحب المبادرة الخيرية. أخبره المعلم عبد السلام بكل ما تم، ثم إنه قال له إن المجنون بكى لما رأى وجهه في المرآة. لعله بكاء فرح، قال الحاج عبد الله. أبعد من ذلك، رد الحلاق، أن عنتر قال له وهو يغادر المحل الله يرحم والديك، وأضاف أن ذلك يعني أنه يعي ما يقول. لم يخفي الحاج عبد الله عجبه، ووافق الحلاق رأيه أن وراء هذا الرجل قصة. على مدى 3 أيام لم يظهر عنتر في عتبة واجهة محل بيع لعب الأطفال، وظن الحلاق عبد السلام ومعه عياد بائع اللعب أن المجنون غادر المدينة. كان الحاج عبد الله قد سخر علاقاته لمعرفة حقيقة عنتر المجنون، وكذلك علم أنه أوقف مساء ذات اليوم الذي حلق فيه رأسه ولحيته بينما كان في طريقه إلى فندق الشجرة. ولما اقتيد إلى مركز الشرطة أدلى بأنه ينحدر من نواحي سطات، وأنه فر من قريته قبل سنوات يظن أنها تجاوزت 10 بعد خصومة بينه وعائلة من دواره كان يقبل على الزواج من إحدى بناتها. قال إنه كان موقنا بأن الفتاة كانت تحبه وترضى بالزواج منه، ولكن شقيقها الأكبر عارض زواجهما، وأن ذلك كان السبب في انتحار الفتاة. ألقت بنفسها في بئر ولم يستطع أحد إنقاذها، وانتشلت منه جثة هامدة. قال عنتر واسمه الحقيقي الطاهر إنه لم يستطع تقبل هذه النهاية لتلك التي أحبها. حاول أن يقتل شقيقها الذي تسبب في هذه المصيبة، ولما فشل غادر القرية فجرا دون أن يخبر أحدا بوجهته. جال في القرى وفي الأسواق سنين، ثم إنه بقي متسكعا في القصر الكبير سنوات قبل أن ينتقل إلى العرائش. كان يأتيه من داخله نداء يكاد ينشطر له رأسه يدعوه إلى الرحيل أبعد فأبعد، وكذلك وصل إلى طنجة قبل 7 سنوات. كانت حبيبته التي انتحرت تأتيه مساء وفجرا وفي بطن الليل تؤنس وحشته. قال إنه كان يحسها بجانبه، يلمسها، يحدثها، تحدثه. ذاك كان جنونه. لم يكن الطاهر عنتر مبحوثا عنه، ولذلك أخلي سبيله. كانت قد انقضت 10 أيام على ذلك اليوم الذي جلس فيه على كرسي الحلاق عبد السلام لما ظهر بباب الدكان عصرا. ظل ينظر إلى الحلاق الذي كان منهمكا في حلاقة رأس أحد زبائنه، ثم جلس. ظل صامتا إلى أن انصرف الزبون. قال: لقد جئت لأشكرك على كل ما قمت به من أجلي، أنا الآن بخير. كنت أريد أن آتي قبل هذا الوقت، ولكنني كنت لدى الشرطة. ربما سأغادر طنجة قريبا لأعود إلى قريتي هناك في نواحي سطات. عانقه الحلاق ولم يسألها، فقد كان الحاج عبد الله الجزار قد أبلغه بأنباء عن مآله. خرج من الدكان وعبر الشارع إلى متجر بيع لعب الأطفال. وقف أمام الواجهة ونظر إلى الدمى الواقفة، ثم تقدم نحو الباب. لعل عياد لم يتعرف عليه. رن جهاز الإنذار المثبت على جانبي الباب. لما نظر إلى وجهه تعرف عليه، وخشي أن يمسه بسوء بادره عنتر قائلا: أنا لا أريد بك سوءا، فقد جئت لأعتذر عما قد يكون صدر عني فيما مضى.
لم أكن ملك نفسي. تقدم نحوه عياد وصافحه وهو يقول: لقد سامحتك. دمعت عينا عنتر، ابتسم وانقلب خارجاً.